ابتدينا بقى النوستالجيا بقى نروح بقى للنوستالجيا، ودي فقره يمكن محببه لحضراتكم بس كمان محببه لينا، لان انا وكريم لما نرجع كده ونقرا برده ونطلع لحضراتكم يعني الحاجات اللي بتفرق معانا ومع الجمهور ومع محبي الاهلي لما يسمعها اكيد الواحد كده بينبسط تاني ما يرجع بالتاريخ. نحكي عن تاريخ هنا بطولات الاهلي ونوستالجيا الاهلي اللي بدات بقى في رحله اعتلاء الاهلي لعرش القاره الافريقيه. الكلام ده كان من امتى؟ الكلام ده كان من 45 سنه في منتصف السبعينيات، قرر مجلس اداره النادي الاهلي كان بقياده وقتها الفريق مرتجي انه يخرج بقى الاهلي من المحليه لبقى المحفل الافريقي ده، لان وقتها الاهلي كمان كان بيملك جيل جديد جدا من المواهب الصاعده في سماء الكره المصريه اللي هو جيل التلامذه اللي جاء بقى لاعاده امجاد الاهلي وبطولاته الغائبه. طبعا احنا مش هنف يعني دي احنا ما عاشرناهاش او ما عاصرناهاش، بس اهالينا واجدادنا عارفين طبعا اللي احنا بنقوله ده كويس جدا. اللي حصل في ذلك الزمان ان غابت بطولات النادي الاهلي بعد ما ابتدى يعني اعتزال جيل الرواد واحد تلو الاخر، جيل احتكر الفوز ببطوله الدوري لمده 9 أعوام متتاليه، وده في حد ذاته يعتبر رقم قياسي ما اتحققش حتى يومنا هذا. كان اخر فوز بالدوري سنه 1962، ولما طبعا قامت حرب 67 توقفت كل المسابقات لمده 6 سنوات كامله. لكن في مطلع السبعينات ابتدى النادي الاهلي يبني جيل جديد من المواهب الصاعده، اغلبهم كان وقتها طلبه في الجامعات المختلفه، المجري، زيزو، محمود الخطيب، مصطفى يونس، صفوت عبد الحليم، شطه، جمال عبد العظيم، محمود عبد الحي، محسن صالح، كابتن اكرامي، كابتن ثابت البطل، حسن حمدي، طاهر الشيخ، فتحي مبروك، احمد عبد الباقي، ماهر همام، مختار، وطبعا غيرهم كتير جدا. وعشانهم جه المدرب المجري هيدي كوتي، وده كان واحد من نجوم الجيل الذهبي للمجر، ليكون مديرا فنيا لجيل التلامذه. بعد الانتصار بقى بتاع 1973 صار اكتوبر، عادت بطوله الدوري وفاز جيل التلامذه بالبطوله، كان موسم 74 و75 عشان يعود الدرع للجزيره، ده كان بعد غياب 13 سنه. اظهر جيل التلامذه قدرات غير عاديه مكنته من الفوز المقترن بقى باداء مبهر، كان قرار كمان المشاركه الافريقيه في بطوله افريقيا لابطال الدوري. لكن المشاركات الإفريقية الأولى الحقيقة ما كانتش على المستوى المنشود، يعني جاء موعد أول مباراة للفريق في مايو سنة 1976 أثناء الامتحانات الجامعية، عشان كده غابت القوة الضاربة للفريق طبعا عن المشاركة الأولى أمام مولودية الجزائر. فطبعا اللي حصل أن الفريق خسر في الجزائر بثلاثية نظيفة، وفي لقاء العودة في القاهرة فاز النادي الأهلي بهدف وحيد أحرزه نجم الأهلي محمود الخطيب، والجدير بالذكر أن ده كان أول هدف في تاريخ النادي الأهلي إفريقيا على الإطلاق. حقيقي واحنا بنرجع كده يعني وبنفتكر مع حضراتكم وبنشوف كمان فيديوهات، طبعا ده احنا تعبنا على فكره عشان نجيب الفيديوهات دي، بس يعني انا بجد انا يعني اكيد اي اهلاوي بينبسط ان هو يحضر حاجات هو وقتها ما كانش حتى موجود ويتذكرها. يا كريم كده بتهيألي بتبقى لذيذه جدا. خليني بقى اكمل مع حضراتكم كمان العام التالي عاود الاهلي الكوره مره اخرى وفاز على هورسد الصومالي وبعدين المدينه الليبي، عشان لكن للاسف هو خرج بقى من دور الثمانيه امام هارتس اوف اوكل غاني. وقتها كان بقى قرار اداره الاهلي، كان في قرار مهم قوي ساعتها اداره الاهلي اخذته بالتوقف عن المشاركه لحد ما ترجع او تمتزج المواهب الجديده بقى بالخبرات. ووقتها الاهلي ابتعد الى ان جاء عام 1981 وعاد بقى الاهلي لافريقيا وقتها من جديد. الحقيقه كانت مشاركه النادي الاهلي مختلفه المره دي، فقد استوى عود التلامذه وزادت خبراتهم بشكل ملفت جدا للنظر، واستطاع ان يجتاز كل العقبات ليصل للدور نصف النهائي ليلاقي شبيبه القبائل الجزائري. جماهير النادي الاهلي انتظرت اول بطوله افريقيه، لكن اللي حصل ان اغتيال الرئيس الراحل محمد انور السادات جعل النادي يعتذر عن عدم استكمال مشوار البطوله، فضاع اول لقب افريقي كان قريب جدا 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 الحقيقه من القلعه الحمراء. هو الوقت جري صح؟ الفقره الاولى خلصت للاسف الشديد.